خويا انا كان عندي واحد المشكل، ما كان عندي واحد المشكل ديال المراه ولدت لي في قبل من الوقت، ولدت لي كان خاصها تولد 3 شهر 11، ولدت لي في شهر 7، ولدت لي تويمين، وهذوك التويمين زادوا ناقصين واحد شويه. ايوا قال لي في ميريزكو، قال لي انا ما غاديش يعيشوا في ميريزكو، سير شوف شي جوج قرعات شوفهم في شي جمعيه. ومشيت لواحد الجمعيه قطره حليب، مشيت ليها، داروا معايا الصراحه، داروا معايا مزيان، دخلوا الوليدات، دخلوا الاولاني، دخلوا الثاني حتى هو. ايوا ودازت واحد 15 يوم عيطوا عليا، قال لي جدي واحد وواحد راه غادي يبقى تطلع لينا واحد الوريقات. والمهم هذوك الوريقات انا قلبت ودرت، ما خليت فين درت على دوك الوراق، سير جري. وواحد السيده، واحد المسؤوله كانت فيها كورونا، قال لك هذيك خاصها ضروري تجي باش تسيني لك هذيك الورقه باش نعطيوك هذاك الولد. والمهم هما داروا اتصالات ديالهم، عيطوا شي وحدين، عطاوني هذيك الورقه، رديتها لهم البارح، غادي معايا نهار السبت نخرجوا ان شاء الله. ايوا تنطلبوا من الله ومن المحسنين ومن اي واحد، رانا كتعدي خوتي شركه، ودابا رانا مريح ما خدام، وتنطلبوا من الله. لقيتو كيفاش شي واحد يخدمنا ولا باغي شي واحد يخدم معاه ولا اللي فاش ما كان. المهم اخوتي انا الشركه هي اللي كانت عندي، ها هي انا كنت خدام بها وكنت محرك، والله من شهر 3 وانا مريح، راه ما بقات لا خدمه. لا يديك لا يخليك، راه دروكا غادي نجيب الوليدات، انا ما عندناش من ناكلهم، راه من غدا ان شاء الله رانا بلي كوش وحليب. وتنطلب من الله ومن المحسنين ومن محمد السادس حتى هو، تنطلبوا منه ومن العائله من العائله العلويه اللي شافوا هذا الفيديو هذا، يديروا لنا شي حاجه الله يخليكم وليداتكم وصحيحتكم. وتنطلبوا من المحسنين كاملين يديروا معنا شي خير. هادي كاع يا بغانا نخدم معاه في اي حاجه. وتزاد الوليدات، راه سير دير التحاليل، دير هادي، دير جيب التحاليل، جيب الدواء، جيب هادي، وبنادم ما عندوش. ومشينا طلبنا عباد الله. ايوا والناس كاينين شي محسنين، كاين شي تيقول لك صافي سير لابوطوار انا غادي نخلص عليك. ايوا تنطلبوا من الله شي خديمه، ما بغينا حتى شي واحد اللي يخلص علينا لا والو سيدي، شي خدمه اللي نتقشاو فيها تنموت ونقدوا هاد الوليدات وصافي. حيت راه هو عاطينو لي 15 يوم والاخر باقي عندهم، ما عطاهمش ليا لاقاش خاص ضروري تصوب هادوك الوراق، الا ما صوبتيش هادوك الوراق تيبقى عندهم، يبقى عندهم كضمان. بحال كضمان هادشي اللي بان ليا نيت. ايوا راه المهم هادوك الناس راه الصراحه راه داروا معايا مزيان، راه ما غادي نخلص حتى ريال في هاد قطرة حليب، كانوا قالوا لي صافي راه غادي تجيب لنا هادوك الوراق وما تخلص حتى ريال. ايوا غدا عاوتاني نشوفوا ان شاء الله، غدا السبت غادي معايا، غدا ان شاء الله مع الصباح غادي نمشي عندهم وغادي نشوف واش غادي نخرج الدري ولا لا. وتنطلبوا من الله اللي يعكس الامور، طلبوا لي شهاده الضعف، وطلبوا لي ورقه الاحتياج، وطلبوا لي ورقه هذيك شهاده البطل، هذيك ديال العمل، ما خدام، وطلبوا لي بزاف الوراق، وداك الشيء كامل جمعته وديته لهم كل شيء. واخا تيقول لي سير هنا، جمعته دابا بشي 10 ايام، ولكن واحد الورقه اللي سينات لي فيها حتى البارح، عاد بسيناو لي فيها وعطاوها لي، دابا رديتها لهم ودايرين معايا غدا ان شاء الله، غدا مع الصباح نمشي نجيب الدري الاخر. وتنطلبوا من الله اللي فيها الخير اللي ياتينا به. المشاكل اخويا حنا كنا راس ورجعنا رجلينا، كنت انا بشريكتي وكنت خدام وكنت بخير وعلى خير، كنت خدام اماش، عمرني تسوقت لهذا الشيء ديال الحليب ودير ليكوش ولا هادي ولا هادي. انا كنت نعاون عباد الله اللي ما عندوش، كنت نعاون. وانت تشوف اخويا من شهر ثلاثة وانا مريح، ما كاين لا خدمه لا ما عندي ما غادي ندير اخويا، اش غادي ندير؟ نمشي ندير شي حاجه ولا غادي نتعاقب عليها؟ ما عندي ما ندير، عطاو لي مرحبا، ما عطاوش لي غادي نخليه عندهم وصافي. هما الصراحه تعاملوا معايا مزيان، قال لي صافي غدا ان شاء الله تجي تاخذ ولدك. تنوجه الشكر ديالي لقطره حليب، وتنوجه الشكر ديالي للمحسنين، وتنوجه الشكر ديالي لمحمد السادس يوقف معنا حتى هو، راه حنا وقفنا. ايوا هادشي ما كان. وتنطلب من الشعب الا كاين شي خدمه ولا كاين شي هادي، غنمشي نخدم فاش ما كان.
انا ما نقولش هذه خايبه ولادي زوينه ولا حطونا فاش ما حطونا غادي نخدم. فهاد كورونا هادي ما عندي ما ندير اخويا، اما شهر ثلاثة وانا مريح، اللهم نقول اللهم نخدم هكا ولا هكا ونبقى مريح. نبقى مريح من غدا غنجيب الدري الاخر، من غدا خاصو حليب وخاصو ديكوش وخاصو هادي وخاصو، منين نجيبو؟ ولا ما خدمتيش راك عارف اخويا، حنا راه كنا بخير، كنا لاباس علينا من رجلي من راسه ولينا رجلينا نتوما، كلشي الوريقات الشركه كلشي. والله الله سبحانه وتعالى ملي بدات هاد كورونا ما شهر ثلاثة ديال عمرني دخلتهم.